السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. معكم ام فاطمه الزهراء من محل رواق سلطانه اللي تتواجد امام سوق الخير وتتواجد قرب طاكسيات الكبار اللي تيدو الوالدين، قدام قرب محطه طاكسيات الكبار اللي تيدو الوالدين. عودناكم دائما الجديد عند رواق سلطانه، تحت طلب زبناء ديالنا دائما تيسولونا على الجديد في الثوب. حاليا الا ما كانش الجديد في الثوب كنا موقفين الثوب حتى اليوم ان شاء الله اللي دخل واحد الموديل ديال الثوب، وحنا عاود وعدناكم بان في المكان الجديد ديال الثوب راه باذن الله حنا غنزلو لكم في القناه. اليوم ان شاء الله دخل واحد الثوب اللي هو رائع اللي هو سخون. عندنا هذا الموديل هذا ديال لاصاف اللي هو بروميير شوا، شي حاجه رفيعه ما تتحبب ما تتنتش وما تطلعش، شي حاجه اللي الروعه في الثوب. بالنسبه للثوب اللي وريت كيما قلت لكم هو هذا ديال لاصاف بروميير شوا، ما تتنتش وما تتحببش وتيبقى بلاند، يعني ثوب صحيح وتيبقى راقي، تيجي راقي زوين في اللبسه ديالو كيف ما هكا عبرتو ليكم. يعني بزاف الزبناء ديالنا سولونا على الجديد وسولونا على الثوب السخون، حنا راه باقي الثوب السخون ما دخلش، باذن الله راه وقت اللي دخل الجديد راه غنزلو لكم في القناه. وبالنسبه لهذا الموديل هذا راه حنا مونطيناه به بالفولار، اللي تيبغي بالفولار ديالو ديال تركيا، شحال ديال الحريه ديال تركيا، اللي تيبغي بالفولار ديالو او بالشال راه كلشي متوفر الحمد لله عندنا في محل رواق سلطانه. هذا كيف ما قلت لكم ودخلوا فيه اللوينات الروعه. بالنسبه لهذا ها هو اللوينات ديالو، كاين هذا الجرينوار وهذا هذا الجرينوار تيجي هو راقي بزاف. هذا تيجي بديريه جلابه جبليه، بديريه بالبرشمان بالمرمه، راه تيجي الروعه حتى هويا. هذا جرينوار ونطينا بالشعر في تحل. وكاين هاد الكرونه هذا اللي هو زوين حتى هويا كيف ما قلت لكم، هذا راه لاصاف هم ينشبع لاصاف. يعني بزاف الناس سولوني على الثوب سخون وانا ما بقيت راه باقي ما دخلش، ان شاء الله كيف ما غيدخل ما دخلش جديد راه غنزلو لكم في القناه ان شاء الله. كاين هذا الموف هذا اللي تا هو رائع بزاف زوين، شحال هي ممتازه في الكاليتي، قلت لكم راه ما تيتحبب ما تيطلع ما تيتنتش. ونعطينا سامبل الفولار ديالو. كاين هذا الكري تا هو زوين وهذا كيف ما قلت لكم راه متوفر عندنا الشال والفولار، اللي تيرتاح الفولار راه تيدي، اللي تيرتاح الشال راه تياخدو، كلشي كاين. كاين في هذا اللون هذا، كاين كذلك هذا اللوين هذا، هذا البوردو تا هو تيجي زوين، هذا البوردو هذا تا هو تيجي زوين معاه هو هذا. او مرحبا بالجميع. كاين هذا اللوين هذا هو زين الخزي كيف ما قلت لكم، راه تيجي بالمرمه تيجي بالبرشمان تيجي بعين وعقده، كي اللي بديرها جبليه كي اللي بديرها طغوا راه كيف ما درتي هي تيجي ممتاز، واخا ديرها غير سامبل راه تيجي راقي وزوين وديال البرد. ورغم ان هذا الثوب هذا راه ما تقيلش بزاف، غير باش بزاف الزبناء تيسولوا هذا راه ما تقيلش، هذا سخون وفي نفس الوقت خفيف، سخون وفي نفس الوقت ديالو راه خفيف، راه ما سخون ما تقيلش بزاف. يعني بزاف الناس ما تيبغوا شي حاجه اللي هي ثقيله، فهذا راه ممتاز بزاف. كاين هذا كاشير هذا اللي مونطينا كذلك بهذا الفولار اللي هو الروعه حتى هويا. بالنسبه لهذا الموديل هذا كيف ما قلت لكم راه موديل جديد ديال 2022 فيه 8 الوان، موديل فيه 8 الوان، هذه الدفعه الاولى اللي جات، وباذن الله في المنزل الجديد راني غنحطو لكم كيف قلت لكم في القناه. كيف ما قلت لكم فيه 8 الوينات، ولي بخي يدير هذا الموديل هذا تيدير 5000 ريال، هذا الثوب هذا تيدير 5000 ريال.
حنا ديري الليل الحومه ديالو 4000، تيبقى ب 4000 ريال. هذا الثوب بالنسبه للثوب بوحدو كيف ما قلت لكم ديال لاصاف بروميان شوار، تيبقى ب 200 درهم 4000 ريال، وفي 8 الوان اخر موديل يلا نزل غير اليوم. والفولار ديال تركيا ديال الحرير تيدير 50 درهم، الفولار 50 درهم. اللي بغيتو بالفولار راه تيتقام عليها ب 5000 ريال، واللي بغات الثوب بوحدو مرحبا بها تتقام عليها ب 4000 ريال، ومرحبا بالجميع. وحنا دائما ان شاء الله راه حنا غنكونوا نتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديالكم، وفيما كان الجديد باذن الله راه حنا غننزلوه ليكم كيف ما وريناكم الموديل الجديد ديال جلال بلي دخلوه قلت لك كيف ما قلت لكم اليوم، ما باش نطول عليكم في الفيديو باش نتوما تستمتعوا. واللي يعجبها شي موديل او يعجبها شي لون دير عليه سكرين وتصيفطوا ليا في الواتساب وانا نحيدو له ان شاء الله، لان بزاف ديال الزبناء والكليان ديالنا تيعجبهم شي موديل لا في البيجامات ملي تيجيو تيلقاو الكميه اللي كانت سالات. فلهذا ان شاء الله اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، وما تنساوناش من الدعم ومن لي لايك ومن البارطاج ومن ابوني، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.